المستوطنين. ايضا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسه في مستهل جلسه مجلس الوزراء الاسرائيلي هذا اليوم قال بانه سنحافظ على مدينه القدس ولن يكون هناك اي تقسيم مستقبلي في مدينة القدس المحتلة. وطبعا هذا طبعا جاء في بداية حديثه حديث الاجتماع الحكومة، وقال بأن الجنود الإسرائيليين قبل 55 عام حرروا البلدة القديمة ووحدوا مدينة القدس، وهذا وحد الشعب الإسرائيلي كله. هذا طبعا الحديث يعود لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو أشار إلى أن مسيرة الإعلام هي بين الاحتفالات التي ستجرى اليوم في ذكرى احتلال المدينة الذي يسمونه فعليا يوم توحيد القدس. وأيضا هذه المسيرة تنظمها حركات صهيونية دينية يمينية متطرفة، يشارك فيها عدد كبير من قادة المستوطنين وعدد من قادة الحاخامات في الضفة الغربية في المستوطنات في الضفة الغربية. بنت ادعى أن رفع علم إسرائيل في عاصمة إسرائيل هو أمر مفهوم ضمنا، ولذلك كنا واضحين حسب قوله في هذا الموضوع منذ اللحظة الأولى، في إشارة إلى رفض إسرائيل طلب الإدارة الأمريكية بتغيير مسار مسيرة الإعلام الاستفزازية أثناء يعني اقتحامهم أيضا في مدينة القدس. لكن الاقتحام اليوم شمل أكثر من 1800 مستوطن إلى ما بعد ظهر اليوم، ويعني هذا اليوم تميزت هذه الاقتحامات برفع العلم بصورة واضحة، حجم الهتافات العنصرية التي تدعو لقتل العرب والموت للعرب وما إلى ذلك من هتافات تدعو إلى الانتقام، بمعنى أن هناك أيضا من الذين كانوا يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين جرائم إرهابية، بمعنى جماعات تدفيع الثمن على وجه التحديد هم يشاركون بأنهم يرددون كلمة نيكيما بالعبرية وهي تعني الانتقام، وهو ما كان يكتب فعليا عند اقتحامات المستوطنين في الضفة الغربية وفي مناطق أخرى في القدس أو إن كان داخل الخط الأخضر، ويخطون شعارات انتقامية هم يرددون ذات الشعارات هنا في هذه المسيرة مسيرة المستوطنين. لكن يعني أعود للتأكيد بأن التوافد توافد المستوطنين هو بالآلاف في هذه اللحظات، هم أيضا يعني يحاولون بكل جهدهم استفزاز كل المشاعر، ويعني يصلون في هذه اللحظات هنا عند أحدى الساحات. لكن الشارع الذي أيضا نقف فيه هنا يعني أصبح خالي بشكل كبير جدا، ساحات باب العمود لا يوجد فيها أي فلسطيني على الإطلاق، نظرا لإبعاد كل فلسطيني من قبل الشرطة الإسرائيلية، تم إبعادهم بصورة سريعة جدا وبصورة عاجلة منذ ساعات الصباح، حتى وصل الحال بالتهديد الشبان الفلسطينيين باعتقالهم إذا ما واصلوا البقاء في هذه المنطقة. طيب أنت تحدثت يا ضياء قبل قليل، يصلون بالآلاف إلى منطقة باب العمود يرددون الهتافات وأيضا يرقصون رقصاتهم المعهودة كما في كل عام. طيب ما الذي يرددونه في هذه اللحظات يا ضياء؟ هم يرددون شعارات وهتافات يعني تمجد هذا اليوم بالنسبة لهم بصفته وحد هذا اليوم مدينة القدس التي تم احتلالها واحتلال الشطر الشرقي عام 67، طبعا كان عام 48 أيضا احتلال للقسم الغربي بطبيعة الحال، ولكن عام 67 أي في الرابع من حزيران تم فعليا اقتحام المدينة المقدسة واحتلالها من جديد، وبذلك وحد الإسرائيليون القدس وأصبحت القدس الموحدة كما يسمونها وهي عاصمة إسرائيل كما يدعي بنيامين نتنياهو ويدعي قادة المستوطنين ويدعي أيضا السياسيون في إسرائيل بأنها القدس، لا يوجد قدس شرقية أو غربية بل إنها قدس واحدة موحدة عاصمتها إسرائيل كما يقولون. هذا طبعا ضمن الهتافات التي يرددونها، هي هتافات تمجد هذا اليوم وتدعو وتقول بأن القدس هي عاصمتهم كما نستمع في هذه اللحظات، ويعني يهتفون لشعب إسرائيل الحي الذي يقولون عنه في هذه الأثناء. ولكن أيضا يعني عدد من الهتافات التي استمعنا إليها بشكل عنصري كانت تمجد قتل العرب وتدعو إلى قتل العرب، هناك هتافات كانت بذيئة للغاية وشتائم بذيئة أيضا تجاه العرب الفلسطينيين. قائد الشرطة الآن أو الشرطة الآن يعني يدعو هؤلاء إلى الاستمرار في مسيرتهم والوصول إلى حائط البراق وعدم التجمع،
هناك خشية إسرائيلية من أن تصل الأعداد إلى أعداد كبيرة جدا، وهذا طبعا يشكل خطر وتدافع وقد يعيد إلى الأذهان ما حدث في منطقة ميرون حيث توفي العشرات حينها نتيجة تدافع في المستوطنين. لكن طب هذا